يا منون أعطني هذا، لكني أريد أن أكون مصممة أزياء. أرجوك يا منون، لم أنتهي منها بعد، ستفسديها. سأختار ميري، إنها الأفضل. مهلاً هاتفي. لماذا وافقت على هذا من البداية؟ اختبئي يديك. لا تقلقي، أتعرفين إذا استطعت تولي أمري مانو اليوم فأي شرير سيكون سهلا جدا. آليا، لدي خبر مهم لك. هل لديه جلسة تصوير بالحديقة؟ حسناً لا تقلقني، سأعتني أنا بها من أجلك. شكراً، لكني مسؤولة عنها. إلى جانب أني لا أريد تحميلك المسؤولية، فهي ملاك جميل. مانون أعطني هذا. مهلاً عودي. أنت تبالغين يا مارينيت، أنا أرعى أخواتي الصغيرات طوال الوقت. أنا خبيرة في التعامل مع الأطفال. من أنت على أي حال؟ أحادية قرن أسطورية من عالم ريسبا، متنكرة في شكل بشرية رائعة الجمال، وأمنح أمنيات سحرية فقط للصغار المهتمين. غير صحيح. فعلاً؟ المشاهدون قرارهم، أرصادية كيتسبلاس الجديدة هي ميري. لقد هزمتك بالفعل، حظ موفق. أخبرك لقد خسرت بفارق نصف مليون صوت فقط. الإزازات قوية جدا، أستطيع الشعور بالغضب وحظ مجيئي، وهذا تضاعف ضحية جديدة. ضحيتك سهلة. يجب أن أفوز، لدي الموهبة والجمال وكل شيء، لكنها أخذت كل شيء مني. لقد أخذوا مني كل شيء. لقد أنت محقة، كان يجب أن تفوزي فعلا. كان يجب أن أفوز فعلا. ستوري وذرا، أنا هاك موث، سأهبك القوة لتنتقمي منه كأرصادية لي. واجبك هو إحضار الميراكولس. أيمكنك هذا؟ أجل. أحسنت يا فتاة، العالم من هي أفضل أرصادية بحق. سوف نذهب إلى هناك بمنتهى السلاسة، وكأننا مررنا بالصدفة. وبعدها؟ بعدها سأدعوه لشرب مشروب الفواكه بعد التصوير. بعدها نتزوج، نعيش في سعادة الأبدية في منزل جميل، ننجب طفلين. لا ثلاثة. وكلب. ربما قطة. لا أحب قطة، بل فأر، أنا أحب الفئران. لنبدأ فقط بالمرور صدفة، ثم لنرى حيال مشروب الفواكه. مذهل، رائع. هيا أرني المزيد من الوسامة. هيا. تذكر، يبدو الأمر طبيعياً. لا أعتقد أنها يرانا. حسناً، لنبدأ من جديد. أوه.
أجل، لقد فعل. لا جديد، فنحن في نفس الصف. أنا ستورمي ويذر، الأرصادية الوحيدة التي تتقن رصد الجو فعلاً. ولسوء حظك، فهناك عاصفة ثلجية مفاجئة تقترب منك الآن. أحسن، رائع. أرني ابتسامتك عندما تحضر أمك المعكرونة. حسناً، يا للهول، لقد أوقعت المعكرونة. والآن لتأكل المعكرونة من على الأرض. أنت غاضب، أرني غضبك. أجل أجل، مارينيت، أريد بالوناً برسم ميري، أرجوك. مارينيت، مارينيت، أصمتوا. هيا هيا يا صغيرة، سأحضر لك البالون. لا، أنا أريد مارينيت. سأتولى الأمر، فأنا جليستها. وماذا عن أدريان؟ ميري أوه، لكل من صوت منكم لميري، أنصحكم بالتزام منازلكم. سوف يصبح الجو عاصفا جدا. مهلا، فات الأوان. هيا فلنعد. أريد أن أركب اللعبة الطوارئ. لا 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 لا، ليس الآن، يجب أن أعود لأدريان. وعدتيني لن تخلفي بوعدك معي، صحيح؟ رجاء رجاء، ليس الأعين البريئة، أنت تعرفين أنني لا أقاوم. هيا. لا بأس، إليك بأخرى. لا لا لا، أفردت في تناول المعكرونة. أريد طاقة أكبر، رومانسية. أريد فتاة. أنت، أحتاج إليك. من؟ أنا؟ نعم، للتصوير مع السيد إدريان. أنا لست مناسبة، أنا لدي حساسية تجاه التفاح. لدي صخر مناخ أخشى. ابقى مكانك. يريدون شخصا للتصوير مع إدريان. ماذا؟ حقا؟ هل هذا هو حبيبك؟ ماذا؟ لا أعني، نعم، لا. هيا، ماذا تنتظرين؟ لكن ماذا عن منوع؟ اذهبي أنت لحبيب القلب وأنا سأعتني بهذه الصغيرة. لا تجدين رعايتها على أي حال. مستحيل، مارينيت جلستي. ثقي بي يا أحادي القرن، لنذهب إلى ريسبا ونبحث عن أطفال القرية الحزانة ونحقق أمانيهم. إيها إيها. ماذا يحدث؟ بلاك، بلاك، لست هنا، أنا نائم. لمعلوماتك، أشم رائحة الجبن وأنا نائم، إحدى مواهبي العديدة. جيد، لكن ليس هذا وقت الجبن. بلاك، مكالب. لماذا تركت مانون؟ كان هذا خطأ. لا، أليا محقة، ستكون بخير، سأثق بها، سأخرجكما من هنا. لنقطع هذه الكعكة بالحبال. لا، خطة جديدة. لا تقلق، سوف تكونان بخير. أي مارينيت، لم تنسى أمرك يا مانون. كيف عرفت اسمي؟ أخبرتني به مارينيت، سوف تعود لك حالا.